عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، المكرم رئيس الجلسة وجميع الأصحاب الهباء، ولا هيا بنا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانية صلاة والسلام إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم، بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مرة ثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة. أقول شكرا كثيرا قلية لأن أخطب أمامكم تحت الموضوع فأذل طلب العلم